ورحمة الله وبركاته. اليوم حيكون عندنا جزء ثاني من ايش افضل حقيبة، وبحقيبتين مختلفة. الحقيبة الاولى حتكون حقيبة بلعبة اللي مليوشها النادرة، والحقيبة الثانية حتكون حقيبة بلعبة سيربو النادرة كمان. يا جماعة هذه الحقيبتين تعتبر من الحقائب النادرة الموجودة في سويت تويز، لان يا جماعة هذه الحقيبتين غير متوفرين في الاسواق، موجودين بس عندنا في سويت تويز. هذا شيء. الشيء الثاني، بلعبة الموجودة داخل الحقيبة بلعبة النادرة ما يحصلون بسهولة، وكلهم مكان من القطع الاصلية، فيعني اشياء خرافية. فتخيل وحش ظلام الشركات كلها. جماعة رموز ذول الحقيبتين فتحناهم في القناة، احنا فتحنا حقائب مرة كثير، اخر فترة فتحنا 3 حقائب اللي هي هذه بالحقيبة التيربو هذه، وفي كمان حقيبة البليوشن، وفي كمان حقيبة التراث اللي هي وباب التيربو. هذه فتحناها قريب ترى، يمكن قبل يومين. الحقيبة هذه نزل عليها عرض انه تشتروها وتاخذوا معها حلبة مجانا. تخيل يا جماعة الحقيبة خلصت كمياتها كلها في اقل من 12 ساعة، والعرض اللي كنا حاطه بس 12 ساعة. فيعطيكم الف عافية على طلباتكم، ويعطيكم العافية على يعني على تفاعلكم مع المتجر، شيء خرافي الصراحة. فشكرا لكم. وبالنسبة لموعد التوفر، راح يتوفر ان شاء الله قريب خلال الايام الجاية. صراحة ما اعرف المقطع هذا متى حينزل، ولكن رابط المتجر بتاعها في صندوق الوصف. اذا دخلت ولقيت الحقيبة فاشتريها على طول، ترى كميتها حتكون مرة محدودة، فاذا انت يعني لك رغبة انك تشتريها. وبرضه في المتجر حصل العاب وكل البلاد من جميع الاجزاء، وبأعلى جودة ممكنة وأقل سعر ممكن، توصل لجميع دول العالم، جميع طرق الدفع الالكتروني متوفرة. بس دحين خلينا نبدأ نقارن بين الحقيبتين هذول. طبعا هذه العلبة مشتركة، يعني نفس العلبة تجي فيها حقيبتين، عرفت كيف؟ فقصدي انه يعني نفس شكل العلبة من الخارج، والحقيبة اللي من الداخل مختلفة. فيا جماعة اعذروني لو صوت شوية متغير، بس انا امس ترى كنت مرة يعني مزكم، ايش يسموه مزكم عندكم؟ مزكم تعبان مريض زي كذا، عرفت كيف؟ فدحين خفت شوية، واليوم يوم التصوير اصلا، يوم الجمعة يوم السبت ويوم التصوير عندها في القناة، فلازم دحين نصور مقاطع مرة كثير، حتى المقاطع الجاية اللي حتشوفوها طوال يوم الاسبوع حتلاقي صوت زي كذا يعني. تدعمونا بلايك وتشوفوا لنا موقع المشتركين وفعل جرس التنبيهات. ويلا دحين خلونا نبدا باول نزال. نقدم في هذه النزالات اجهزه اطلاق الدايناميت، هي اقوى اجهزه اطلاق في العالم على فكره يعني. الاول بمباراه الكرامه، او هذه كانت مباراه الوحده، مباراه الوحده والامير المظلم. فهي يا جماعه الببلين ساريين، ويلا اول نزال. ترى على فكره كلهم بنفس القطعه الاصليه، يعني هذا نزال كذا كانهم بلعب التكاتم. نبغى نشوف في الاخير مين اللي حيفوز من ناحية قوة البلابل. شوفوا التوقع كله بلابل تيربو اكيد، لانهم مطورين يعني وكذا. ونبغى نشوف برضو يعني ايش الحقائب الاكثر ندرة، يعني ايش الحقيبة النادرة اكثر، عرفتوا كيف؟ جولة ثانية، هيا الجولة. حلو الضربات يا اميض. صراحة ابو اميض يفوز لان هو يعني الاضعف يا جماعة اللي باليوتيوب وكذا. الفائز المرة الثانية براتن الوحدة. يا جماعة أول نقطة لفريق بلابل التيربو أو حقيبة التيربو يعني. أوكي يلا اللي بعده، مين تختار عثمان؟ مباراة النصر. حختار السيف، السيف الكاسر. يا جماعة السيف مباراة النصر. فاز براثن النصر من ديفليوشن. اوكي يلا نلعب كمان جولة. الكرة الثانية. يلا السيف بيرست. تحمل براثن حلو صراحة، عجبني. فهي الآن 1-0 لبراثن النصر، اللي هو يعني فاز على السيف المطور، عرفتوا كيف؟ فشي حلو مرة صراحة. خلينا نشوف لو حمدي رسمه قدام هذه الضربات وينتصر ويفوز وياخذ النقطة الحقيبة. براثن هو اول بيبل ايفليوشن ياخذ نقطه الحقيبه بلعبه الايفليوشن، ولا ترى كمان السيف كان عنده كليك. فا اوكي نروح البيبل اللي بعده، حجرب هذا البيبل. عثمان شجاع منتقد، فا هيا. فضل شجاع سيف هجومي. يا جماعة الخطأ مني أنا، ما أدري هذا البيبل مرة قوي ترى، يعني ثقيل كذا وما أدري يعني. شجاع كان على آخر كليك صراحة. يا جماعة البيبل هذا غريب، يعني لازم أنزل لكم عنه مقطع. فالحين عبد الرحمن حيركب الفريم من السنة، ركب الفريمات. وهي تابو زومي. أوه بيرد فينيش. آخر جولة لا، هذا رهيب مرة يا جماعة، سريع سريع. اوه دبل بيرست. كم بيبي هذا في المقطع قلت لكم حيكون له مقطع منفصل، بس اللي بقول لكم هو دحين الديسك الزيرو هذا البلفزجي لونه خرافي صراحة.
وثقيل مره ترى اثقل من ديسك الزيرو اللي متعودين عليه يعني. فلو حسبوا الحقيبه هذا همبل اللي بركز عليه مره قوي يا جماعه. حارس المجره وشجاع منتخب اللي قبل شيء فازوا بيبي التيربو في النتيجه الحين 2-1 لحقيبه التيربو. واو اللي فاز شجاع. يلا الجوله اللي بعدها. حارس المجره فوز. اوكي لو فاز تصير النتيجه 1-1. 1-1 تعادل. هذه حتكون اخر جوله واكثر جوله يعني حاسمه. هاي صراحة النزال حلو. اشجاع المنتخب صراحة هذا يا جماعة انا اعتبر انه هو اقوى من الاصلي لانه هجومه قوي. ايش هذا؟ اقوى من الاصلي هو كان مقطع اصلية زي ما انتم شايفين. فهذا اكثر بيبل عجبني الان في كل المقطع. ما ادري اذا في بيبل ثاني حيغطي عليه يعني، ولكن صراحة رهيب يعني. الحين حقيبة المليون شو متعادلة مع حقيبة التيربو 2-2. سيد الرهاب سيف الرهاج. اوكي ارمى مرة ثانية عادي ما حتفوز. ضربة واحدة حطمه. حتى سيد ابو هاب عجبني يا جماعة يعني برضو ما بقوي صراحة. اوكي حتى نشوف هذه حديد في اغلب الشركات يحطوا بلاستيك فشي حلو من ضمنها. لا هاسبو غير. فدحين الكلب والشجاع البارق. الشجاع البارق هذه اول تجربة. شوف اللي يحكم على يده صار ولا يركب عادي. اوكي نايس حطم. نقول لكم انه في عندنا اوراق رابحه اللي هي الدرايفرات اللي تيجي تتحرك كذا. قواعد ما هي واضحه عندهم كلها. طبعا انا غيرت درايفر الشجاع بدرايفر الشجاع منتصر. شجاع منتصر يب. لانه هو يشوف انه هذا الدرايفر افضل. حتى قبل شوف انزال صراحه كانت تيجي حلوه. يلا نحمول. الكلب الضامن هجوم. احلام العصر. الكلب الضامن يتحطم. احلام الظهور. اوكي. فما يفضل انت فالشجاع حلو حسب المزال. فالحين عبد الرحمن لسه باقي له بلبل لانه هو اختار الشجاع منتقد في نزالين مختلفين. انا الحين باقي له واحد ظلام. انا صراحه بختار اقوى بلبل من وجهه نظري اللي كان السيد ابو هاب. والنتيجه حاليا ترى 3-3 بين الحقيبتين. فهذه جوله حاسمه. فاين هو سيد ابو هاب. تبي تغير عادي يعني ما عندي تغير. لا تبي تغير بلبل. ايوه جيب الشجاع انت مين بتاخذ؟ نفس البلبل. نفس البلبل. هو اقوى بلبل عندي. بغيت النصر؟ ليه؟ عشان احسن. اوكي. عبد الرحمن اختار جهاز اطلاق يساري ولعب بغيت النصر بس غير القاعده خلاها قاعده هجوميه. يقول انه هو كذا حيهزمني. مستحيل. والله كان حيخرج خارج حاله يعني. لو قاعد بطص حاليا مباراتين قاعد بطص. توقع انك حتفوز؟ 100% واضح. اوكي الجوله الحاسمه. حنقيم الحقائب بعد هذا النزال. خليك جاهز. فهد 2-1 نتيجة. اوكي يلا جاء دورنا يا جماعة الحين تقييم الحقائب. ايش لسه؟ 2-1 فزت. تعادل؟ لا كيف؟ انا فزت على باقي الله. نزال فزت جولة باقي فزت على وحش الظلام. انا لا ما يحتسب وحش الظلام يعني. ايه كمل. طيب يلا كمل عادل ما عندي مشكلة. انا حفوز جماعة اصلا يعني. صح اي طبعا صح. يلا لا فز 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 يا اخي بيبي كان قاعد يفحط. ما نصلح يفحط ولا ما يفحط. ما نصلح. اوكي عشان المتابعين بس.
الفائز هو براثن النصر. فطبعا يا جماعة اللي فاز هي حقيبة الفيديوشن بشكل يعني كذا، ما فاز كذا يعني، هي ما تستحق الفوز اصلا. اوكي شي حلبة اللي لقينا حقائب، اعطينا رأيك يا استاذ عبد الرحمن، ايش الحقيبة اللي لو انت شفتها في الشارع السريع؟ التيربو. ليش؟ مليانة حديد كذا، تحسها قوية حماسية يعني. اوكي انا من وجهة نظري يا جماعة لو تسألوني حاليا احنا في فايز دي حقيبة اللي شفتها السريعة اللي بليوشن. ليش اللي بليوشن؟ لانه في هذا البيبل الجبار، وكمان لما جربت البلاب لقيت انه الجامع متقد فيها اقوى من الجامع متقد الاصلي، فهذا شيء عجبني، وكل البلاب بكام قطع اصلية، وهذا الشيء برضو عجبني. فانا من وجهة نظري اختار البليوشن لهذا السبب. طيب مين الافضل في هذا المقطع؟ الافضل في المقطع بشكل عام اللي هو بلاب التيربو، اللي فاز بلاب البليوشن، بس الافضل بلاب التيربو، لانه بلاب التيربو مطور وافضل اكيد حكينا اقوى، اصلا هذا الشيء يعني المتوقع نفوز بلاب التيربو. فبس شكرا على المشاهدة، وشكرا في جلسة التنبيهات، وصلنا للختام ومع السلامة.